السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. الأول مرة يشوف القناة يا ريت يعمل لايك واشتراك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصل مني كل جديد. النهاردة ان شاء الله انا هوريكم صفحة على الفيسبوك، وهي اصلا معرض في دمياط، العنوان مكتوب في كل صورة، وكمان التليفون اللي عايز اي حاجة يتصل بالرقم. الصفحة فيها واتساب، برضو ممكن تدخلوا الصفحة وتاخد الواتساب من هناك. معرض موبيليا دمياط، معرض للأساس، أوض نوم مودرن وستيل، وبرضو في أوميا. بجد والله معرض جميل، مع نفسي بروح على طول وكده. أنا حبيت بس اللي حابب يطلب أي حاجة هو موجود، برضو لو في حاجة موجود في المعرض، حاجات أحسن من كده وحاجات أكتر من كده. اللي عايز كل حاجة بالتفصيل والأسعار، أنا معرفش سعر أي حاجة، بس الأسعار يعني مش فوق قوي، ومش يعني الأسعار حلوة وجميلة. في مودرن أوض نوم مودرن، وبرضو أوض أطفال، يعني بجد كل الحاجة الموجودة في المعرض حلوة. ان شاء الله هسيب لكم اللينك، الصفحة اللي على الفيسبوك تحت في الديسكريبشن في صندوق الوصف. اللي عايز يدخل منها، او كمان هي اسمها عرفة للاساس الدمياطي على الفيسبوك، بتجي على الفيسبوك. ادخلوا، حاجات بجد روعة، والصور يعني الموجودة في، لو انتم عايزين كل التفاصيل ادخلهم في الرقم، ادخلهم عند الصفحة واطلبوا اللي انتم عايزينه. والله الحاجة مش غالية خالص، والحاجة حلوة حلوة، المعرض جميل. انا عايز اقول لكم ان المعرض كنت شفت مجد فيه وكده، زمان موجود يعني. المهم الموبيليا في بيضة زي كده من غير دهان، مش شرط نفس الدهان اللي موجود في كل صورة. لو مش عاجبكم الدهان ممكن يتغير. الدهان هو الموجود في المعرض والموجود كان في التصوير الأوض دي، بس طبعا في حاجات تانية كتير وأحلى كمان في المعرض. شوفوا الأوضة دي، شوف الأوضة دي، والله كانت تحفة، حلوة قوي. وشوف دي شكلها روعة بجد. ودي انا بقول زي ما قلت لكم الدهان بيتغير، لو انتم مش عايزين نفس الدهان لا بيتغير، لو انتم عايزينها خشب ابيض برضو موجود، يعني هو موجود الاتنين. بدهان تيت، شفتوا شكلها جميل كيوتة كده وطعمها. وبرضو دي حلوة. اتصلوا بالرقم التليفون ده، عنده واتساب برضو، عشان لو انتوا عايزين اي حاجة. هو بجد مش هيغلي ومش هيعمل اي حاجة، يعني هو انسان طيب قوي صاحب المعرض. اكتبوا الرقم التليفون ده، يعني كل حاجة، والعنوان هو مكتوب. شوفوا أوضة النوم دي أمية على فكرة، شوفوا طعمها ازاي حلوة. ده صاحب المعرض. انا عجبني الشكل كده فوقف شفته. برضو على فكرة الأوضة دي عجباني، بس انا لو انا حبيت اغير أوضة النوم بتاعتي هجيب مودرن من غير اي اوميا. بس شوفوا دي كيوتة وطعمة عجباني، شوف فتحتها تاني عجباني.
ابيض ومتشطب، خامة ونجارة عالية واسعار تجاري، يعني ما هوش السعر البيع في المعارض، لا السعر التجاري سعر حنين عليكم يعني. شايفين الصورة اللي وراها بتاعت أطفال والدهان؟ عجبني الصراحة، وشوفي دي حلوة، بس مش عارفة ليه كنت سريعة كده وأنا بصور. ادخلوا الصفحة هتلاقوا، هتتفرجوا بقى براحتكم انتم يعني. شوفوا دي حلوة، باب جرار اهي، ده أمية. أمية على فيه، على فكرة أمية أكتر من كده، بس زي ما قلت لكم التصوير هما مصور الموجود، المصور يعني ايه اللي في الصفحة، بس في حاجات اكتر من كده هناك، واللي انتوا عايزينه كله موجود. انا مش عارفة اني عمالة اعمل لايك ومش بصور حلو. انا ان شاء الله هحاول اصور كويس، وصورة صورة، او ان شاء الله اخد الصور كده واعمل فيديو صور عشان تتفرجوا براحتكم. بس شوفوا دي برضو طعمة، ودي جميلة. زي ما قلت لكم كل حاجة عنده موجودة، بس الاكتر اوض النوم والسفرة ايه تاني. شوفت الطعمة ازاي، والله حلوة، الله ودي حلو. انتوا لو عجبكم الشكل والدهان منتوش وعايزينها بيضة فيه. يعني هنا مش تصوير وحش، بس والله هصور لكم تاني حلو. لما النت عندي يظبط هصور بقى كويس. هو كده ال يعني انا هصوره لكم تاني، بس شوفوا الاوضه دي كيوته وحلوه والله. اهم حاجه لو انتوا عايزين اي حاجه من الموجوده وعايزين تعرفوا الاسعار، انا ما اعرفش اسعار خالص خالص، ادخلوا البيتج بتاعته على الفيسبوك، او ادخلوا عند في الواتساب كمان، انا ممكن اكتب ارقام التليفونات تحت يعني، ادخلوا له واتس، يا اما اتصلوا بيه، موجود كل حاجه وبسعر حنين. وزي ما قلت لكم ان انتم ممكن كمان تغيروا الالوان لو انتم مش عاجبكم الالوان، مع ان الالوان حلوه عجباني يعني. وفي خشب ابيض. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم.